قاسم، ألف مبروك البرنامج الجديد حبيبي، وأتمنى لك التوفيق والنجاح. أخوك محمد الحلفي. برنامج قاسم الحجامي غير مباسة 60 حلقة. اللهم صل على محمد. مو برنامج، أحلى تحية من مزارع ميسان إلى برنامج ستوري، وأحلى تحية لقاسم الحجامي. وقاسم الحجامي برنامجك بيه من شعبة الخطوط إلى برنامج براسه 60 حلقة. قنبلة البيج مالتي وعلبة معلاة لو سوالك تهدي الأول هيت حب خبالك بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعناكم بأسبوع جديد وبرنامجنا، البرنامج اللي عودناكم عليه يومياً ما عدا الجمعة والسبت. اليوم ضيف راح يكون عزيز علينا وضيف الكل يحبون الشارع العراقي، وبرز بأحد وكل المقاطع اللي يسويه كوميدي ويضحك اللي يعرفه. ما أقول لكم شنو إلي تاخذون من المحل على حسابي، بس ضيفنا اليوم عملاق وبرنامجنا ستور على قناه دبليو تي في. اللي يحب يدز لنا فيديوهات ستوريات نعرضهن له، ارقامنا موجوده اسفل الشاشه. كل يوميه الساعه 10 بالعشرة يعني ما عدا الجمعه والسبت. عندنا اليوم ضيف عملاق وضيف عزيز علينا وصديقنا اللي عرفه هسه، شاركوا البث واتصلوا بينا، ارقامنا موجوده اسفل الشاشه على مود تعرفون منو الضيف. ضيف ضحك الدنيا، ضحك العراق كله، محبوب ولا فديو شفناه ضايج. وعدنا اغنيه على مود نحضر الاتصالات، لان كلها امتاليتنا للاحد، الجمعه والسبت ما طلعنا كلها جاي تخابرنا. نشوف ولد مضمون ومرحوي شاقي، فتح شاي لمن باقي، فتح شاي لمن باقي. رجعنا لكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين، وأحلى أغنية هدالياها العملاق. تحياتنا إليه العالمي وربي يحفظه إن شاء الله. وناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، يشارك في البرنامج. والله انت ذهب ابن ذهب، واول اتصال وربي يحفظك ان شاء الله. الله يخليك. ايش قد عندك حظ انت ما طول اول اتصال وحصلتني؟ شو اللعب؟ انت منين تخابه؟ من سامره عيني. اروح لك فدوه، تحياتنا لاهل سامره وكل ناس الطيبين، ربي يحفظك ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله. اليوم عندنا ضيف فنك اذا عرفت، يضحك العالم. عمي مو برنامج، وعلي براسه 60 حرف. شو راس البطول ليش يحكي علي؟
ها شو والله اتبهها بنتي. الو وياك يا استاذ غازي. ها حبيب قلبي شلونهم سامره؟ والله الحمد لله. ايش بيه البرنامج؟ ايش بيه؟ ايش بيه البرنامج؟ برنامج براس 60 حرف ما دام انت موجود. الله يسلمك حبيب قلبي، والله انت اللي براسك 60 حرف، وشكرا لاتصالك. استاذ قاسم دزيت لك ترى مقطع فيديو على الماسنجر بالفيسبوك. دز باوع باوع علي حبيبي. انا رسائل هواي تجينا على الانستغرام وعلى الواتساب فما لحق افتحهن، فش سويت؟ اذا عندك فيديو دز لنا اياه على ارقامنا جوا اسفل الشاشه على رقم القناه، قناه دبليو تي في على القناه دز لنا اياه. مو فيديو ضيم والله. أبني غير والله أهنيك على أستاذ قاسم. الله يسلمك حبيب قلبي، أنا بخدمتك والله. شكرا لاتصالك حبيب قلبي، ودز لنا إياه الفيديو على أرقامنا. حياتي حياتي قاسم. حبيب قلبي حبيبي خذ راحتك. الله يسلمك حبيبي، شكرا لاتصالك. اليوم ما أدري شنو الاتصالات، عيد الحب والجو محترق، يعني اليوم صدق نونسكم. ناخذ اتصال ونقول الو. الو علو صوتك حبيب قلبي. حبيب قاسم شلونك؟ الغالي شخبارك؟ الحمد لله والشكر. الله يسلمك. طياري فوز برشلونه ويوفنتوس. شو تقول انت؟ برشلونه وباريس. باريس شو تقول؟ برشلونه ان شاء الله. برشلونه اذا فازوا نص التلفزيون على ما تسمعني زين، وخلها يمك. اذا فازوا برشلونه لك هديه من يمي، دريس مال برشلونه الاصلي. عاش عاش قاسم. اروح لك فدوه منين انت؟ والله من السماوه. خاب اروح لكم فدوه للسماوه، وتحياتنا لكل رياضينا بالسماوه، ربي يحفظك ان شاء الله. والله انت ما طول تشجع برشلونه براسك 60 حال. تسلم تسلم قاسم حبيب قلبي، شكرا لاتصالك. اليوم ما ادري شنو الاتصالات، ما لحق امتانينا. ناخذ اتصال ونقول الو. الو 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 السلام عليكم حبيبي قلبي. وعليكم السلام. سعيد اسوي قاسم تسمعني؟ حبيبي تفضل. الله اروح لك فيديو. سمعت انت عندك هاي القناه مال يو تي في تطلع عليها دبليو تي في؟ ايه يبا كذا تلتهاد انت. شلون؟ من سمعت تطلع عليها دبليو تي في؟ ايه اي انا قبل كتبت التردد وطلعتها وهسه اتصلت عليك. خاب اروح لك فدوه، والله انت براسك 60 حال. انك على التلفزيون لين الكهرباء بالعرض ضيق. والله انت صدق ضيق. الله يوفقك حبيبي. منين انت؟ منين حبيبي؟ من الواسط. خاب نيالها واسط عليكم، ان شاء الله الثلاثاء احنا يمكم. ان شاء الله الثلاثاء لعبه الجامعه ونجيكم. الو. ها قلبي. توقعاتي اليوم ان شارك الضيف الحلقه يمكن ياهو بابا. شو تقول؟ استاذ دادوش؟ لا لا. بعد من هو؟ واحد شل بالجولتي، كل ما قولوا عليه الجولتي وقالوا له صوتك، كل ما قول وطلع فيديو وقال صوت فلان. لا مو جولتي، هو بيلعب، هو جولتي بس مال فرق شعبيه. واحد يحشش ويضحك دائما ينشر مقاطع بدشداشه. والله ما اعرف والله يا هو. تابعنا هسه تعرفه يا هو. يلا عيب بس ايدك تقول كلمه. منين انت؟ منين تخابر؟ انا من واسط. من واسط، عندك نكته تسولف لنا اياها؟ ايه. يلا سولف. بس يعني. فد يوم واحد يعلق بصورته ابوه ما تتعلق، ليش؟ ليش؟ ابوه عنده حذبه. حبيبي حبيب قلبي شكرا لاتصالك حبيب قلبي. لا لا لا
حبيب الله ياك راس البطول تحكي علي لك ليش شو مسوي لك هالي العالم تشتري سياره ما عنده ويشتري سياره يقولون له منين لك والعده ويشتري سياره يقولون له على الخير على السياره الجديده هسه انت قوه جايه وانت تلحقني راس البطول ناخذ اتصال ونقول له السلام عليكم عليكم شو اخبارك استاذ حبيب قلبي شو اخبارك الله يحفظك الله يسلمه منور والله انت منور والله انت المنور يا بعد قلبي انا وياك بدر من الصويره محافظه واسط على راسي على راسي اليوم اهل واسط واهل الصويره منورين والله منورين باتصالاتهم النور نورك يا حبيبي الاسم بالخير بدر بدر الذهب اقول لك اسالك سؤال حبيبي جميل. صدق البرنامج مو حلو مالي لا بالله يخبر عليك الله بالعكس احنا محتاجين يعني نضحك خصوصا السياسه ولا محتاجين نضحك محتاجينها اكو واحد راسه بطول يحكي علي ها شو تقول لي هذا اللي يحكي علي شو تقول لي لا والله ما اقدر خاف يطلع يما كنا لا لا ما موجود هو ما يطلع شامرينه بالحديقه حبيب قلبي شو تقول يا يفوز باريش لو برشلونه برشلونه ان شاء الله برشلونه خبر اذا فازوا عم راسلنا على الواتساب ادز لك دريس هديه تسلم طبعا ضيفك يمكن عرفته يا هو اعتقد والله هو طويل شويه طويل مو كلش والله اقول راح اعطيك اختيارين تقريبا اثنين شاك بيهم يا هو لو ماجد ياسين لو ناهي مهدي لا لا مو ممثلين تحياتنا لهم والله بس هو قريب على الرياضه ودائما يحشش وينشر مقاطع بدشداشه ويطق على الجولتشيه واكثر مقاطع فوق السطح ورا طابوق حتى ما لابقينه والله يمكن ناسي هذا شايف هيك شخصيه بس ناسيها اي معروفه شخصيه معروفه يلا ابقى ويانا هسه تعرفه حبيب قلبي يا طرح من بالي والله اي حبيبي يلا شكرا لاتصالك حبيب قلبي وشكرا للصويره وهنيال الصويره عليك والله ناخذ عندنا اتصال عندنا اتصال ونقول الو لا خلصا يا معود نريد نضمن عندنا برنامج اليوم الو حبيب قلبي شلونك الغالي شو اخبارك عرفت ضيفنا يا هو لو لا والله شوف الان عرفته يا اذا عرفتي عم بدريس هسه واخابر على المحل يودوا لك دريس توصيل انت قلت بس دجداش هو عبي حمزه الحيدري لا ابو المقالب لو لا 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 والله عبالي هو انت كنت يحشش وهاي يحشش ويطق على الجولتي يا دائما يلبس دجداش وستره ما اعرفه والله بعد راسه مكوش شوارب عده شاب بعد الا قل لي الكم بيا عمي او علي قاعد من قبل عشره الحدث عندك بس تطلع عشره وطلعت خاب اروح لك فدوه والله منين انت منين انا بغداد الحسينيه الرازيه خاب هنيالي الحسينيه عليك وعلي هنيالهم هذول قلبك ذهب والله ذهب انت الذهب وعلي شنو رايك بالبرنامج بدون مجامله مو 60 حظ 6000 حظ عليك الله او علي اي على مود شو اسمه يرتاحون يلا حبيب قلبه شكرا لاتصالك الغالي ادوس قلبك قاسم الله يسلمك حبيبي تحياتنا لك طبعا لحد الان الضيف واقف ونريد ندخل لكم وياه ولحد الان ما حد عرف الضيف واذا شوفكم وياه تموتون من الضحك عم راح اشوفكم المقاطع مال الضيف العملاق ونرجع لكم خلنا خابر ميسي الو ها ميسي الهيلك والله هيلك فشلتنا قدام الجماعه فشلتنا شنو 3-1 خسرون
شبيك انت الزومليت؟ لا والله عم انتم بعد ما تفيدون فريقك فلشه وسوي محلات احسن لك، هو هذا الحل الوحيد. زين شوف لك نادي وقع بيه، حتى لو نادي صليخ. زين ده روح مو صوتك، صوتك اللي خابرك. وين اكو لاعب قزم تقول شاجور؟ لا والله لا والله صوتك انا خابرتك. يلا حل تلافه قليله، والله قليله تلافه. ايه ده روح نسيت الثمانية بحلق صوت عن الثمانية ما تبت توب من التلافة. يلا ولي راح امسح رقمك، راح احذفه هسه. زين ولي يا الله باع اليوم خاف جبناكم رحيم مطشر حمادي اليوم نجم وصاحب الابتسامة النجم الصاعد للنجومية كابتن حسون بزون نورتنا على القلب. قاسم على راسي طبعا ما يجي المحل مال قاسم عمره هيك في اللين اكليني سوع باع تيجي تاخذ سيت وشوية شطي يطه هاي المعلقين طوبة ببلاش مجان حذاء وياه جاروه أنا خالد كل شيء ياخذه لازم وياه شغلته أبو علي كفو معدل خوش تاب لك تسريح حبيش هاي سويته بلف ربع حزون وقف حبيبي أقول لك شو لابس فد يوم واحد لابس جواري بخضر ليش لأن خضر لابس جواري نورتنا أبو علي صدق نورتنا والله اليوم ابو علي حبيب قلبي حسون بزون فدوى ابو علي ذهب والله ذهب فدوى طولك يا حبيبي انت عملاق ونجم ان شاء الله نشوفك باعلى المراتب الشرف يا حبيبي شلونك زين شلونك بدايه شنو رايك بالبرنامج والله شوفه مثل العطر الحلو اروح لك فدوى ابو علي طالع عليك الله يسلمك حلو يزيدنا الشرف اليوم تدز للدعوه ذهب انت والله حسون احنا بس العملاق يجينا هنا شلون المحل مالنا بس عمالقه يجون احنا هذا بس انت العملاق حسون هاي الايام يعني حاسديننا ما ادري حسد عيشه ما ادري شنو قاسم برنامج صاير وهاي شنو يعني ما ادري ذولا وين يردون يوصلون يعني ايش بيه البرنامج؟ اساءة الواحد؟ لا والله بالعكس صح نحمد انه سياسي؟ لا والله ما واصل نتجاوز على سيدة وشي ما عدنا هذا الشيء احنا جايين هنا شنو ساعة واحدة شنو نسوي؟ نضحك نتونس ونروح صح لو لا؟ اي والله تشاش مالهم العالم لاحقنا بعربانا مكسر ما ادري قيل له صرنا بزودنا ما حد السوان خلصنا العمر بس الله فوقان الله اكبر ما ادري وين يردون يوصلون كبير ابو علي يا بعد قلبه حسون التهاويهن كلهن والعالم ما يدرون بحسون بزون يشتغل عماله الله يعزك شو تسوي شرف هذا الشغل مو عيب التاجر والما عنده مر به حلو اي شو تحب تسمع العالم يقولون صوتك حسون بزون راح اقول لكم شغله واحده خاف تقولون يا صاحبي لو هاي اليوم احنا ضيفنا عملاق بس حسون العده حنه وما يدز على حسون لي عرس احسن لي الله يعزك عم صوته قنبله وحش يحشش اطبب لك الحنه منه يطلعها منه ما تدرون بيها ابو علي اطربنا شوي سمعنا انا خادمك هذا صاحب وصاني قال من تروح اقرا له هاي دائما اقراها لي ثلاثه راحوا للنجف ايه فزاروا موتاهم اثنين والثالث راد يزور والدته فما خلوه قالوا له ورانا طريق فعلى لسان هذا الثالث يحات جماعته انا قبر امه وتعداه قبر امه وتعداه من يرضى بيها خايب قبلت واشتميت ريحة الثديه ويحاكيهم يقلهم يماي بحضنها حجن بستان انا يماي انا المحترق للراس يماي وعلي السلسان وصحت بالبيت يماي يجاوب نص ذا ويبكي علي سلامتك عاشت ايدك والله صح لسانك ولو احنا بس بطور حزن مفروض نضحك بس انا مطلبت من الله شاهد موفق ان شاء الله ابو علي وصوتك كلش حلو والله فدوى روح لك وان شاء الله نشوفك باعلى المراتب الله يعزك انت تستاهل والله شخص قلبي. عزيز علي السلام هذا الشرف يعني هواي اليوم يتصلون ويدزون رسائل لحد الان يقولون لي قاسم ذكر العالم
اليوم يعني نشوف مثلا هسه حسون موهبة مدفونة وما عليها إعلام، هو غني عن التعريف. الله يعزك. بس نريد احنا شوي، نريد ملينا من الحروب والقتال والانفجارات، نريد شوي نلطف الجو. يعني انا ما عندي شيء، اذا باوع على حسون برنامج شوي اشوفه، عجبني ما عجبك عوفه وروح ما صار. ابو علي احنا محضرين لك مفاجاه. الله يعزك. فانت كبير واليوم هاي يعني زياره، فراح نطلع لك المفاجاه وانت غني وياها. يلا اسمع. مفاجأة. إيه إيه. أنت وين تريد المناوي؟ أيوة علي. أنت وين تريد المناوي؟ هو طوق السبع يا الواوي. الله. أنت وين تريد؟ ما عندك علم. وانت عود تريد تاخذ عزلم من اردانة، من اردانة جرينا شر، من اردانة جرينا شر. العب وانا مكادر. يلا يا جماعة شيء حلو ابو علي. حبيب قلب عاشت ايدك والله. الله يعزك. حسون وين نريد يعني؟ شو نشوفك؟ شاعر، منشد، حشاش، كلهن بيك. حويتن كلهن ذني، توفيق من الله. بأي مجال أنا موجود. الله يوفقك إن شاء الله. حسون قبل لا ناخذ اتصالات، هواي يتصلون علينا، فإحنا هم من العالم. أريد أقول لك أهم شيء العالم. إيه أهم شيء نونس العالم. يعني تخونا وصديقنا وشايفينك هواي. الله يعزك. أبو علي، من آخر فيديو لك وي جلال حسن وانتهيها هو. يعني أخير فيديو لك وبعد انقطعت من جلال حسن. تحياتنا جلال حسن. مال كوستر. كوستر طبت على جلال؟ لا قلت له أنت كوستر إلا تقبط يا الله ترتاح. تحياتنا سيد جلال العملاق. وإيش عجب انقطعت من هيك مقاطع يعني بعد؟ منه لو من المقاطع عامة؟ منه لا منه تمام مقطوع منه. أخير مقطع لك هذا مال على ذول أهل البصرة. تحياتنا لهم. تحياتنا للبصرة وبالخصوص أهل البصرة هنا بشانك. أحلى فيديو يمكن حلو. مال جلال يعني صدق صار بيه يعني قالوا مشاكل؟ إيه نشروا طبعا، نشروا البيج مال الزوراء تهديد مال العشائر وهاي. طبعا أنا دعانا من الاسم اللي بالشارع حسون بزون. أنا حسين محمد الكعبي. والنعم. إي ما يخوفني لا منشور لا أي شيء يعني يتجاوز علي. وما بي أنا رجال أحب أضحك ما بي أي شيء. إي فأرضوا لي بهذا الشيء. قلت له ما أعذر شيء ويا الرجال، ورحت للقناة واعتذرت منه. حلو. فمن ذاك السبب بعد ما. بعد ما. إي. أحسن قولت بالعراق يا هو أبو علي. أبو زينب. برأيك. لا من بعد أبو زينب هسه حالياً. اعتقاد ماكو بعد. لا اكو قولتي يا هو. طين واحد. هواي اكو شنو؟ ما انا خاف احكي اقول ها شوف رد علينا. لا مو هسه احسن قولتي هسه انت مدرب اليوم اعطيك انت هسه مكان كتني تعطيني قولتي سحبوا يا انا للمنتخب. احنا كامله التشكيله محتاجين قولتي. والله شوف انا اروح اتمرن واصد احسن. صدق بالمناسبه حسون قولتي بس مو قولتي. اذا مقولين ثلاثه بعد ما حامي. انت تحكي انت تحكي هذا يمنا قولتي بالمنطقه بدون ذكر اسم خاف يزعل. كل ما هاي يصد يشد العلق بالعارضه. ليش هذا العلق ليش شده؟ قال حتى ما حد يقول. وكله مش قد يقولوا العلق. تحياتنا مو قولتي برده. حبيب قلبي اليوم احلى ونسه واحلى حلقه يمكن راح تصير بهذا الاسبوع. لأن الله يعزك. اليوم صدق عملاق. فدوى القلب. أبو علي حسون بزون. هواي يعني هواي شايفين أبو علي حسون. فإحنا ما نشتاق ليش؟ لأن هو بالمنطقتنا. بس العالم هواي تقول حسون انقرض، حسون ماكو. لا حسون موجود. والما يخابره على حنا عمل لحد يعرس أحسن كم. صوت، ضحك، تحشيش، ونسه. شو تريدون عده؟ وراح يحكي لنا نكته صدق انفلاقيه. ابو علي نكته قويه طبعا للعلم.
الكل متابعيني يطبوا لي على الخاص يكتبوا لي كتاب للعلم، انا لا اقرا ولا اكتب من الله قوية وعلي ما يعرف يقرا ويكتب بزوله بصمه. اي فبوقتها كان المدرس مالنا بهاي السبب هو طقيته بطماطيه واليومك حلو انشرد تسراد بطلت فمتابعيني يدزوا لي كتاب انا ما اقرا اي فارد عليهم بصمات ما يصدقون. المهم على طاري القرايه والكتابه دخلنا اميه قالوا حسون ادخل اميه قلت لهم صدق كذا وين الاميه؟ قالوا برك رحت للرك دخلنا الاميه تدري الاميه ولد منطقه كذا يهتمون فدخلنا خلنا نسويها اي براحتك بطريقتي والله جمع بين المعلم كرم السامع قال كل من يكتب حيوان على السبوره حلو كتبوا الجماعه بالساره لحان الساره قال حبيبي قوم حسين محمد قوم اكتب كصاص صدق كذي وانا بالكتاب طب خليت نقطه وقعدت قال شنو هاي النقطه؟ ثلاث فيل جاي من بعيد صدق كذي ما ادري بيوم اخر حلو عزوز جاي تعلمت تقول له روح اكتب عين ابو علي حسون هذا في يوم واحد راح للملعب ما شاف اللعبه ليش؟ ليش؟ قلت له يسلم على الجمهور حسون هذا في يوم وانت تضرب يا عد ساحه في يوم لعبه الجويه والزوراء الجو محترق الدنيا مخبوصه بعد الجويه والزوراء الملعب مقبض قلت لصاحبي قلت له حكم مكاني انا راح اروح للملعب قال شكو؟ قلت له لعبه الجويه والزوراء قال ما الدوره قلت له لا من طوبه غير الجو يا الزهراء حبيب قلبي حتى لطف الجو بمناسبة عيد الحب عيد الجو يلا عاد عيد الجو غلسي شكو ماكو والله وايل ايه بمناسبة عيد الحب اليوم ابو عليو عندك ياتي شوية اغنية على عيد الحب او اي شيء لا عاد سمعنا طين الزنة ايه طين زنة مخرجنا ما ادري جاي الحناني حلو شنو محضر لك زنة جايبينك تقرا رادود انت والله ما قلبت وعلي حسون هم عندك موقف في يوم بحنا وصارت عركة بالكراسي وهاي لا خابرنا واحد الو السلام عليكم اي عفو تصير احلى السلام عليكم قلت الحبيب تفضل قال حسون بزون قلت له وصلت قال عندنا حنا نريدك تطلع لي بيها قلت له في خدمتك قال انا حالتي تعبانه كلش قد اجوره قلت له كيفك قال لا دق لي قلت له والله بكيفك قال اعطيك 10,000 قلت له شنو السالفه مجرد ريل عرباني صديق كذي بيومك قويه وعلي اي فخلينا نعزلنا يلا تحياتنا الكبير على المنصوري اللي يحبه وموت علي تحياتنا على المنصوري ربعي قهوة كل ما اشرب يا ابو ربعي قهوة كل ما اشربها ينذكرون رغم مروم لكن احس بداخلي يعيشون اما القاهم اوزع ضحك على يبتشون اسلم بالهلا وبلا هلا يسلمون يغندب وتشلو من بيتنا يطلعوا الله اكبر بلبل دير تشلو لا 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 غرد يعيبون الله اف 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 وجفوني سواد العين هلن والجفوني وعلى الراحه وونن وجفوني ربع قبال شاميت
وجفوني وجفوني بس وقفت جهنم مش ولي يا ابويا. الله اوف عليها ما قاعد اسمع علي على الزمن وانقطعت ماي. هي الحجامي وانقطعت ماي سبحة وخرز من طين وانقطعت ماي. اي من تقطع ويا ماي يا ماي من تقطع وياي اتشان حالي عليك من تقطع وياي. اي اي ماما ماما والله كبير قدوة لقلبك. بويا بويا حل يا بويا اشالو ما اتحمل العب قاسم صوتك حلو كلش ابو علي ونورتنا حبيب قلب اليوم الله يعزك. حسو نكته كون ما مطروقه ما مطروقه ايه حلوه. قبل النكته ايه والدي تحيات لوالدي هنا بجانك اللي احبه نزل اغباض الصبع حلو شد البصفه قال بابا شو نفس الوجه الله اكبر واليوم عاشت ايدك ابو علي حبيب قلبي وباقين وياكم احنا واليوم عذرونا ما خذينا اتصالات هواي وناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. شلونك كابتن قاسم؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. الله يخليك. عرفت الضيف انا والله بس تجاوب وما حصلك. ما حصلت. اقول لك هي قضاء وقدر واحد شو يسوي؟ اي والله الحمد لله وش قلت هذا امر بعد. كشف القسمة اي هو المكتوب ويصير ولو انت دخلت الضيف وبعداني يا الله هذا عظيم على باكر على باكر ان شاء الله بتجرب واحد ربي يحفظك ان شاء الله. منين انت حبيبي؟ من واسط. الله اليوم شنو واسط اليوم على راسي. اليوم الرصيد مال واسط كله خلص الموبايلات بس من واسط. تحياتنا لك حبيب قلبي وشكرا لاتصالك وخاف تحب الشيء تقول للحسون. حسون خوش حسون براسه 60 حاض اقول له بس ايش عنده ثقاف البس يا جلال؟ لا فتحته. ها فتحته فتحه فتحه يقول لك تقول له قافل شنو قفلاني يا الله عاشتك. شكرا لاتصالك حبيب قلبي واليوم الاتصالات ما قلي لكم خير من الله يعني الله شركه اسيا من برانه قاموا هالايام البارحة جمعة وسبت ماكو اتصالات اليوم الجو محترق وناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم كابتن. عليكم السلام حبيبي. راس محمد من الناصرية. خاب اروح لكم فدوة للناصرية ربي يحفظك ان شاء الله. كابتن تحياتي لك حد سوق البلجول يا بعد قلبه الناصرية على راس غالي ابن الناصرية طبعا انا والله العظيم عرفته قبل لا تطلع بس اتصلت ما حد يتأخص عليه قلت احصل ادريس من عندك. عمان ايش اللي اقدر صدق من كثر الاتصالات ولود يعني احنا ما نتفق واحد ويقول له اتصل من هذا ورا الطابوق الباب الفوق. انت ذهب والله ذهب حبيبي الغالي والله ما لحق ما طش ما لحق ما لحق والله ناخذ الاتصالات الله شاهد يسهل لود نتمناك الموفقيه والنجاح. الله يسلمك حبيب قلبي تحياتي لك. اسمح هاي اسمح هاي كان واحد ولد ويانا يلعب ايه فريق من العشائر جبناه فريق كان قبل الصخور إلى طافرة إيه أفرارية المهم اللي عملوا الفريق درجة أولى سلطان 15 إيه قال تقول ليش خسرنا هو هاي الولد استكمالية قال ما عندنا ظهر قلت له شنو ما عندنا ظهر قال غير هذا خط النص ماكو هل سلطان 15 كان شنو كنت نايمين وخسرت 15 ايه ما عندنا ظهر يقول ما عندنا ظهر عند خط النص تسمع هاي النكته
ابن الناصري. السلام عليك. حسس مع موفقيه. الله يسلمك حبيب قلب. وسده واسمح لي انك من التلفزيون. هذا قاعد اعلق انا عند فريق في وياي واحد ما يلعب ولا دقيقه يلعب. اي فقل له اريد العب اليوم وهاي. قلت له ليش؟ قال ابوي جايبه وعلى اللعبه. قلت له خوش. وإذا ما جابوك؟ قال إذا ما جابوك لا تلعبني. قلت له هذا هو المهم. جاء أبوه قال لي قاسم جاء أبوه. قلت له إذا تلعب شوطين تطلع 2000 دينار مال التعليق. قال خوش. اطلع 2000 دينار. قاعد يلعب أول 5 دقائق انكسر وطلع. طلع جان أنا قاعد أعلق. قال لي قاسم رجع لي 1500 أبوي باو علي. تعرف شنو لعبت بخمس دقائق؟ مكرب باسكي. تحياتنا إلى حبيب قلبه سيوفي. وعندنا اتصال ونقول الو. أبو علي يعني مرخصتك جاي. لا على راحتك صدق كذب. حبيب قلب الغالي. الو. الو اسمعك قلبه. فين قاسم الحجامي؟ الذهب. وينه؟ شلونك؟ الو يا قاسم. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. شلون اخوي؟ شلونك زين؟ شلونك؟ شخبارك؟ وين؟ الله يسلمك. هذا شاف. منين جاي تتصل؟ منين حبيبي؟ من الناصريه. اوه على راسنا اهل الناصريه. شلونك زين؟ من الناصريه. من الناصريه. على راس اهل الناصريه. نص التلفزيون واخر من يمه. والله نصيت التلفزيون وانا بالخدمه. اروح لك فدوه. اي والله. حسوب بزون شو تحب تقول لي؟ شلون؟ ادريس. ادريس عمال برشلونه. اوه كأنك على ادريس. اذا فازوا برشلونه غير؟ اي على هذا الرقم دزين. تدلل. شو تقول يا يفوز؟ اي اشجع برشلونه ونصهم. ان شاء الله. برشلونه. يلا عاشت ايدك. تحيا. تريد ادز لك اياه على الخاص واتساب له على الفيس؟ يلا عاشت ايدك. تحيا. تريد ادز لك اياه على الخاص واتساب له على الفيس؟ مو تقول نصيت التلفزيون. على الواتساب. يلا على الواتساب هذا وانا ادز لك اياه. يا رقم. يا حياك يا حياك. حبيب ابن الناصريه انتم تستاهلون والله مي العين. والله ادرب برشلونه ما يفوزون. ما حبيب قلبه. نرجع الحسون. حسون اليوم منورنا والله. شو اخبارك؟ الله يعزك. اخر اعمالك حسون ايش عندك شيء جديد؟ اخر اعمالي يعني كتمثيل. كتمثيل ك ان شاء الله راح يبدي شيء جديد ان شاء الله. حسون اليوم وين نشوفك؟ نجم طاش. والله ذني اثنين هن ما راح معلق علينا او احمدين. بس اقول الحمد لله والشكر اكو ناس تحبني واحبها. حسون انت ما يحبك هذا تلقى وجهه معقج فدول كله. والله بس الوجهه معقج. الله يخليك حسون. ايش بيه ليش ما احب انا اليوم حسون؟ ينشر مقطع يضحكنا يونسنا. ما عجبني المقطع ما مجبور اتابع حسون. صح لو لا؟ صحيح. حسون ايش عجب ما عندك فيس يعني فيج يوتيوب؟ فيس موجود. حلو. انستغرام موجود. حلو. تيك توك موجود بس ما مندمج بيه هواي وانشر عليه دائما. بس قناه ما عندي للعلم. قناه ما عندي. ايش عجب ما سويت؟ حرامات والله. استغلوا اسمك انت يعني لو باد من البدايه وهاي ما استغليت. الله يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك باعلى المراتب ابو علي. انت تستاهل والله. الله يخليك استاذ قاسم. حسون دائما اشوفك بالحنات وهاي يعني الجمهور اليوم بالشارع كلها حسون بزون حسون بزون. فانت تلعب طوبه؟ اي قولتي مو سمعت علي خوش قولتي بدون مجامله. هسه انا ما احمد لك بنفسي ولا راح احمد. انت بلغنا بلعبه وشوفني. عليك الله. اتذكر منهم طرت يومين. يلا حطيت شنو كانت الماجد. تحياتي لك حسون. حسون نسمع نكته حلوه. ايه هذا صاحبنا دائما يلبق يمي. حلو. قشقتي يحكي لي بالسلاح. اليوم جبت هيك سلاح. حلو. واليوم جبت بكيسيات وباكر احتمال حتى قاذفه يجيبوني. حلو. فانا افتخر هي الصاحب عندي. ايه اه باتفق هيك يوصل وياي. فثاني يوم تعاركت.
صار بعيني هذا. الو وين انت؟ قال ها شكو حسون قول مرتبك. قلت له والله تعاركت هسه تجين. قال شكو قول؟ قلت له جيب لي سلاح وتعال. طب من الساعة جان جايب لي دبخشن. قلت له متعارك ويا فختية بشي صدق كذا انت وين السلاح مالك؟ على قوي واليومك قلت له قلت له على باس حمايه كاتليننا ورايحين عبرته من الفيس من الانستا كذا. ايش دينك تحيات قوية والله. شو نسوي بعد؟ عندنا اتصال ونقول الو. الو الو نص التلفزيون حبيبي. انقطع الاتصال. ابو علي والله قوي هاي بقت ببالي. ناخذ اتصال ونقول الو. حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام. باوع من انا واسمع صوت التلفزيون. نصي حبيب قلبي. نصيت نصيت الشوم. ها نصيت نصيت الشومكم. شلون شلون صوتك؟ شلونكم شلونكم شلونك حبيب قلب الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله. شلون الوسط معكم استني؟ شلونك؟ زين الله يخليك الله يسلمك. منين انت تتصل؟ من صلاح الدين من العلم. الله تحياتنا لصلاح الدين وكل اهلنا وناسنا من منطقة العلم. الله يسلمك الله يسلمك. بس والله نحب الفكاهة مالتك وهذا الروح الرياضية اللي عندك الصراحة شيء حلو حيل. انت ذهب والله الله يوفقك ان شاء الله. بس هواي عالم يقولوا لي شنو هذا البرنامج وهاي شو تحب تقول لهم؟ والله بالنسبة للي ينتقد هذا قل له إذا ما يعجبك هذا الموضوع ولا هذا أعبره، لأن هواي إحنا شعب العلاقة التجريبية الغضب أحسن ومدري شنو. من تشوف شيء يعني ونسك يضحكك بالعكس شيء شيء برا. أروح لك فدوة والله. تحياتي لكم وتحياتي لضيفك. تحياتي لك حبيبي وتحياتنا لصلاح الدين وربي يحفظكم إن شاء الله من كل شر حبيبي. وشكرا لاتصالك حبيبي الغالي الله يوفقك ان شاء الله. ما قلنا انا اشجع برشلونه لو ريال مدريد. حسن صدق تشجع الريال ولا برشلونه؟ برشلونه والله. عد نويت. الله عد نويت. نويت حسون انا دائما عند اتصال. وين ميسي يعني؟ لا تريد هسه خابره. والله خابرنا ميسي ما يفتح خطي فشني. اي جاي تمام خابر عليك الله. والله خابر صدق. شلون حكيت وين ميسي؟ انا مطيتك رقم ابو لطينه. نهايته 31 مو؟ ايه اسيا مو؟ اسيا مو؟ زعلان هو ذاك يوم ضيع زاجي اللي يدور بيه بالدراوي. الو ها ميسي الهيلك. اه شلونك؟ ميانه زفره كلش. لا احس شيني ما شيني. قال مضيع زاجي صدق جاي يدربونه البارحه. جيره فرقك شغل قل لي. كظا جبار هذا جيراننا. قلت له مال ميسي. قال يا ميسي. قلت له ولك هذا ميسي ما تعرفه الك صير. قال ما شايف. شلونك احوالك؟ يحفظك يسلمك للشط. شلونك انت؟ يخليك تتعال باكر تجيب تكتك عم صك كذا ولك تفشينا. وين تجيب تكتك انت؟ لا ميسي لا فدوى لقلبك لا خلي علاقتي طيبه بيك. وتعال وتعال بتجيك ساره مالتك. يلا حبيبي الله وياك حبيب والله بالسلامة يا روح. الو حسون عاشت ايدك والله. مختار والله عاشت ايدك وعيني. ابو علي الذهب ربي يحفظك ان شاء الله. حسون احنا دائما الضيف مالنا عزيز علينا ومن قلل من قيمته مهما كان. احنا ما نريد نطق عليك وعلى مود يصير تحشيش وضحك وهذا. بس ساعتك انا ميزانيه مال مي قاسم. قاسم ايه هذا كرشك النفخ من الاعلانات بين بين. هاي شوف شوف حتى طالع الاعلانات. الحمد لله والشكر. الحمد لله الحمد لله والشكر من الاعلانات هاي. ايه فتح الشايه. هاي الشايه عزلت والله يفتحون الشايه وعلي. ايه هذا كرشك حبيب القلب. حسوني قبل الختام ايه اريد نكته قويه على مود نختم البرنامج. نكته؟ ايه ايه خذ انتك.
اعطيك انا نكته انه انت تعطيني لو انت محضره. يلا سولف سولف اسمع منك. والله سولف. هاي من واحد اسمه حمودي. حلو. تحياتي إليه. كل ما يشرب يكظونه. فقال خلنا نروح هناك البكان. وين؟ راح قعد يم القبور. حلو. نزل مالاته شرب. طق نفسه مرتاح. ارتاح ليش ما اجي الشرطه؟ طب كظوا قالوا لك شو تسوي؟ راح شاف هذا قبر وظل يبكي علي قبل لا يكظونه. شاف هذا قبر وظل يبكي يا يابي يا ابوي يا يابي. جو قال شو تسوي؟ قال قاعد ابكي على ابوي. قال خلي ولا لك هاي صوره مال واحد طفل. قال هذا ابوي من كان صغير. شو يسوي؟ الو حزون ابو عليهم والله قوي. تحياتنا لكل متابعينا وشكرا الحسون. وقبل لا نختم نريد نذكركم حسون عندك هيسي ومضه صغيره بنختم بيها يعني مثل ايش؟ اغنيه صغيره؟ اي عادي يلا شعر 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 اي شعر حلو. ما خندتني ترى الواحد لازم يقول مطلوب اربع ارهاب. اقول شلون ما قلبك اشوفك غاثني، شلون ما قلبك اشوفك غاثني، او زعلان اقلهم زحمه اقلهم عافني الله، او صعب اذان ذب من قلبك يا الحنين، او سهل الشيخ من العشيره وذابني الله، كون شيخ من العشيرة وذابني، شلبت بيك ونكت ايدي ومشيت الله، توسلت بيك بوقتها شماني، وقلبك الماحن علي لا تمن حيل، باوعت لو بتشذب ما صاحني الله، الناس تبكي على البكا وعلي يشترون، وانا بكيل على واحد باعني الله اكبر. صح لسانك ابو علي، يعني شاعر منشد الله يعزك، حشاش في دول، مرتب محبوب كل انبي يا بعد قلبي. عم هذا ضيفنا اليوم صدق جايبك ضيف براس الستين حار. الله يخليك. تحياتنا لك حبيب قلبي. ونحب نذكركم اعزائنا المشاهدين بالختام اللي عنده مقطع ستوري يدز لنا اياه على برنامج ستوري، وارقامنا اسفل الشاشه. ابو علي نورتنا، خلنا ناخذ وياك سناب. كان معكم قاسم الحجامي، تصبحون على خير.